الإعلامي الراحل محمد السنعوسي سطع اسمه في مجال التقديم التلفزيوني خلال حقبة الستينات والسبعينات، لم يستسلم لتيار العمل الإداري ويدفن موهبته تحت آلاف الأوراق والدفاتر، إنما حرص على تقديم برنامج رسالة بجرأته المعهودة وقدرته على المواجهة وأسلوبه السردي الذي يتسم بكثير من المتعة، ليؤسس بعد ذلك مدرسة خاصة في التقديم التلفزيوني، ودرباً سار عليه العديد من المقدمين. ولعل من تابع حلقات رسالة يدرك أنه كان واحداً من أشهر البرامج في ذلك الوقت رغم قصر مدة الحلقة، حيث اعتاد الظهور بحلته الأنيقة لينتقد العديد من الأوضاع المجتمعية بأسلوب سلس وبسيط مدعوم ببعض الصور. فكانت رسالته وإن كانت لاذعة ولكن مضمونها يصل للجميع. أنا هذه 200 هالحين بعطيك إياها من جيبي الخاص. يطلع يطلع فورا. أنا يسعد تمام. فأنا شكري لكم جميعا في الكويت وللجميع المشاهدين بالذات من خارج الكويت. رحم الله فقيد الإعلام الكويتي والعربي صاحب الرسالة محمد السنعوسي.